حينما تتوفر الإمكانيات تحضر إرادة الفلاح رغم قساوة الطبيعة. حينها يمكن أن تروى قصة انتصار الإنسان على العوامل الطبيعية، من أرض جرداء إلى جنة خضراء رفع علاوة التحدي. استصلح الهكتارات فزرعها طماطما وبصلا وفلافل وأنواعا أخرى عديدة من الخضروات وحتى أشجار الفواكه. الحمد لله نهار كي كنت ما عنديش تريسيتي وبفضل الله يعني استفدت من هذا التريسيتي من الطاقة الحيوية. أنا التريسيتي استغليته، درته في الفلاحة وحفرت بير بيدي ودرت باسان ودرت مشروع نتاع الفلاحة وحدي، وغرست يعني زرعت الثوم، زرعت البصلة، زرعت الفول، زرعت اللوبيا، زرعت الطماطم، درت القمح، درت الشعير، وعندي واحد 120 شجرة زيتون يعني، والمنتوج يعني صالح 100%. بجهد جهيد وعناء كبير، كيف لا، فالأرض لمن يخدمها. خدمها علاوة بعناء كبير فحولها إلى فضاء أخضر. والأرض ثانية هنا ما كنتم تشوفوا، الأرض ثانية هنا راهي صالحة لكلش، أي حاجة تغرسها تصلح. يعني نطلب أنا من السلطات يعاونوني، يعطيوا لي الدعم الفلاحي على الأقل بالبير الارتوازي. عندي واحد 10 هكتارات ولا 12 ونزيد نكري باش نوسع الفلاحة نتاعي، وعلى الأقل ندير 20 ولا 30 خدام. تجربة الرائدة بأساليب وطرق بسيطة قد تلهم الكثير من الفلاحين. تقديم يد العون من السلطات واجب لتحقيق إنتاجات فلاحية وفيرة.